واللي مواصلين فيه حتى في الاخبار نتاع البلاد ونعلقوا عليهم، واللي وليد تو باهت في حكايه الثقوب ولا هالحفره الموجوده. كما كي نحكي لك كل مره تسمع غريبه قسما بالله، معناتها السنين اللي صارت فيها اللي ما يصيرش يا ولدي، عملوا اللي ما يصيرش اللي 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 معناها ما يتخيلوش العقل. هذا اللي اكتشفوه، هذا اللي اكتشفوه معناها. لا 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 لا، هذه خرج الاخبار تو خاطر يحبوا يغطيوا حكايه تعرف شنو هو، وهذه يسيهم الكذب يسيهم الكذب. اش خليتوا فيها وما خفي كان اعلم. شو الحاجات اللي ظاهره؟ شو اللي ما خفي؟ الحاجات اللي مش ظاهره ما فيقوش بها. صافي صاير؟ وانا يعني اشياء ربما يعني في ثقب ثقب يعني في كل المجالات. مش حتى ثقب صافي، انت مش جاي على المطار. انا شفت يعني شفت يعني في الجنينه نتاع المطار شفت يعني ثم يعني حفره كبيره، قالوا باش نعملوا سانتاج ولا شنو خرجوا منه، خرجوا المال النافوره. النافوره تنحت هذيك، يعني الثقب هذاك غادي للسلت. شوف باش تفهم قوتنا في تونس وقتها قمه الفرنكوفونيه، هي نحاوى النافوره اليودو يصلحوا ديكاد فولا اليودو يصلحوها يرجعوها تخدم. ليه؟ والله ما كانت مزينه برشا. هو المطار لا فيه زين لا فيه منظر لا عباد ولا حرام، كي يجيبوا له مش نافوره كي يعملوا له شلالات نياجرا تبدا هافت هذاك. ما حصلنا روحنا في الديكاد وفي الفرنكوفونيه. لا ما نعرفش انا والله ما نعرف. شوف والله تحب نحكي بالحق غريبة بار، خلينا من 10 سنين اللي تعداو فهمني ولا مرار فيهم بيه وفيهم خايب وخايبهم اكثر من بيهم. ما حتى تو زاد قاعدين نعانيو راه ايه معناها تو انت بلاد المعطل الناس كي تسالها تقول لها شنو رايك في البيت، كيك سؤال اللي مع قيس سعيد ولا قيس سعيد يقول لك البلاد حابسه يقول لك البلاد حابسه. راهو فلسه نعطيك ابسط مثال حتى في الايام مش معك الاشهارات، انت اشهارات في الثالثه فما دي برودوي ما عادش يعملوا اشهارات كله مربوط ببعض بالحق. راهو نقول لك راهو تضييق الخناق على رجال الاعمال عمره ما يكون بالطريقه بتاع يا سارق يا كذا، باش تدخل في عقليه فريريزم عرفتوا كول تحومتك هذاك البطال الفاشل يتعدى بحذاه وتحومتك الاخر بمرسيدس ولا يتعدى بحذاه وتحومتك اول 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 كلمه يقولها شنو سرقها ولا فلوس حرام ولا اللي هو سرقها اكزاكتومون سرق قبل البيت بالحق وقيت والله بالحق راه وقيت باش شوفوا بالحق اقعدوا مع رجال انت كدوله اقعد مع رجال الاعمال انت لازمك تطمنهم لازمك تعطيهم تطمينات لازم كل ولادي يخدموا ويستثمروا ما تخافوش راهو اللي عنده فلوس بالحق راهو مش كل واحد عنده فلوس في البلاد هذه راهو سارق فما السارق نعرفوه السارق تعرفه معروفين بالضبط فما وكر في بارد وهكا دخلوا له عباد بكراهب خرجوا له بكراهب نوع اخر دخلوا له بديار في الكري خرجوا له بديار ملك معروفين هذوك ما غارت عن بابا رجال اعمال وخدمه قبل في تونس وقاعده تخدم في تونس بالحق معناها سي خلت تنفس العباد شويه بالحق راي بالبلاد تخنقت الناس تخنقت لا بالحق يلزم توا الحكومه هذه وعلى راسهم الرئيس يلزم مراجعات بصراحه مراجعات اللي قاعد صاير توكاي معناتها راهو معناها الناس تخنقت فوالا تخنقت اوكي ما عندهمش في الحكومات القدم والناس القدم واللي خدموا واللي دقدقوا البلاد في بالهم بالشيء هذا الكل اما ماذا بينا زاد شويه مؤشرات انه زاد الامور تتحسن شويه خلونا نتنفس شويه شويه امل بثوا لنا حاجه عملوا لنا حاجه كان فما قرض من بعد تشبد الدوسي من بعد الله اعلم شنو اللي فما شوف اذا قلت غموض نقول لك حاجه والله العظيم برشا رجال اعمال برشا رجال اعمال في تونس راي تحب تخدم وخايفه خايفه خايفين عباد يقول لك انا كنعمل لك الحاجه ايوا هو السارق هو عمل من اين لك منين جيت هذا الكل شد على شد حاجه على الاخر ما حد ماكش فاهمني مش كيستيون شاد ولا مش يستثمر ولا يعمل مشاريع مسلمين يبدا قاعد يقوم يستثمر يبركوا عليه انت سارق مش هكا باش مش هكا باش تصلح عمرها ما كان هكا تصليح عندك ما يثبت عندك ناس عندك كذا فهم انت كدوله انت كدوله مبنيه على رجال الاعمال على معامل على مشاريع بالضبط على مقاولات على دنيا عيط رجال الاعمال نتاعك طمنهم سهل لهم ما نعرفش انا خلي صدقني كان جي تطمينات لرجال الاعمال وتسهيلات الناس خايفه ولات هاربه سيرتو تطمينات بتاع يودي ما تخافش راني ما والله العظيم ما يرجع كل شيء موجود وما ترجع الانتاج ما يرجع كل شيء يتحرك الناس ولات حق راهي الناس راهو ولينا راهو ما لازمناش نعيشوا في عقليه كولد الحومه الفاشل الفرير عنده حاقد على الناس اللي عندها فلوس
اي هي نفس العقليه. ما لازمش تولي الدوله هكاك تعيش، ما لازمش الدوله تولي اه عنده فلوس هاو سارق جيبوه. ليه فما ناس خدمت على رواحها وناس حملت معامل وناس تعبت وناس جريت وناس كونت وناس صنعت امبراطوريات نتاع فلوس بخدمتها. نورمالمون انت تساعده تدز معاه، عاونه باش ينفسك باش ينفس لك البلاد، تحب ولا تكره. سفيان مؤسسات العمومية كلها صحيح بالع خستيك وضعية كل وضعيتها بالع وقال لك الاتحاد قال لا سبيل الى التفريط فيها ولا في كذا. انت نفسك الخواص، انت في الاخر باش تتنفس عندك الخواص، انت الخواص مفجوعين. ايه اللي يجيب شي قدم يجبد روحه مش عين نستخدم والله. زاد الدوخ في المؤسسات العمومية راه والله تشوف توا نتاع معمل الدخان كيف مشي انا الباك وكذا. الاتحاد راه عمل برنامج اصلاح وقدمه للحكومة وتخدم في احد البنوك البرنامج الاصلاحي ورجعت كانت طايحة ورجعت الانتاجية بتاع، معناها البرنامج بتاعه واضح وساهل ومش صعيب. ما نعرفش احنا علاش في تونس، ما نعرفش علاش يا اخي راكي باش تبرك باش تبرك على الناس الكل. وهذاك هو اللي باش يصير اذا كان باش نقعدوا مفتين كل واحد وحده، انت ضدي انت معايا انت ليا انت لك انت كذا. احنا توا انا حسب رايي الاعداء واضحين صحيح، اللي عندك الخونه واضحين اللي خانوا البلاد هذه ودقوها راه واضحين. اما خونه ومش خونه هذاك موضوع اخر، هذاك موضوع اخر. نقصدوا اللي عبث هذاك شنو في البلاد وابتز الناس وكذا معروفين الناس الكل تعرف لازم يتحاسبوا باش يخطوا. كي نجي بعد جاء هو الرئيس قيس سعيد مش ما تمدش خاطر بالحق تحب ولا تكره، ما تنجمش تقول انت رجال الاعمال سارقين ورجال الاعمال بيهم ورجال الاعمال عليهم ورجال الاعمال عامليهم ورجال الاعمال كذا. بعد تقول شبيها البلاد وقفت يخاف هو حتى مسكين ما عنده شيء يقول لك ايش لازم يقول لك يستثمر يبطل ويرجع بس علي اخويا نجي غدوه نقول باش نستثمر انا باش نحلز معامل اه ايجي انت يا سارق او عندك الفلوس تحل في المعامل ايش هكا. ما نعرفش انا نرى انه بالحق البلاد تخنقت حبست البلاد حابسه وقيت انه حتى رئيس الجمهوريه والحكومه تقعد مع رجال الاعمال تطمنهم تشوف معاهم لازم حل لازم حل صحيح ما نجمش رايك باش تبرك في الاخر راي باش تبرك على الناس الكل راهو لازم الناس تتعظ من اللي صار البن علي ومن اللي صار للما بعد بن علي للنهضة في 25 ولنداء تونس وللسيستم هذاك هكريت كيفد الشعب خرج عليها الناس الكل. أخي تحب ولا تكره بن علي لو كان زاد في انتخابات وجيب في 99% النهضة كانت تجيب في 90% في مجلس النواب، النداء تونس كان يجيب جايب 89 كرسي في الاخر صار كلها جابوها على برا صحيح من خاطر ما ثماش حتى تقدم في حد شيء. وربي يجريها لازم حلحله ربي يستر ان شاء الله حلحله الامور لازم حلحله الازمه الكلب السايب هذاك اللي هو حلحله الازمه.